السلام عليكم أبنائي وبناتي الأعزاء، هقدم لكم شرح مختصر عن ما تبقى من الكورس بتاعنا، وطبعا الشرح هيبقى one way، يعني ما هوش interactive، فمش هيبقى زي اللي موجود في المحاضرة، وده هيتطلب منكم إن أنتوا تقروا كويس جدا من الكتب الدراسية. احنا خلصنا الجزء الخاص بالانالوج ميجرمنتس، والنهارده بننقل على جزء تاني اللي هو الديجيتال ميجرمنت، وهنتكلم عن حاجتين بالتحديد: الفولتميتر او الديجيتال فولتميتر الدي في ام والفريكوانسي ميتر. دول الحاجتين اللي هنتكلم عنهم: الديجيتال فولتميتر والديجيتال فريكوانسي ميتر. دي الاجزاء الرئيسيه للرام تايب ديجيتال فولتميتر، هو ديجيتال فولتميتر واسمه رام تايب لانه هو الريفرنس فولتج بتاعه طالع من رام جنريتور. هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل في البلوك ديجرام. يبقى هو بيتكون عندنا من جزئين اساسيين، احنا قلنا انالوج تو ديجيتال كونفرتر، تمام، وديجيتال ديسبلاي. واللاتش سيركت دي بتفصل الاثنين عن بعض، يعني عندنا جزئين اساسيين: الانالوج ديجيتال كونفرتر والديجيتال ديسبلاي. واللاتش هنتكلم عنها، هي عباره عن عزل بين الاثنين دول، وهنقول ليه بعد كده. الانالوج ديجيتال كونفرتر اجزاء الرئيسيه رام تايب رام جنريتور، ده بتردد بيطلع صوت وس بتردد ثابت، وممكن طبعا في اثناء المعايره بنغيره. فولتج كومبارتور، وده الاساس بتاعنا في الرام تايب انالوج ديجيتال كونفرتر. وكلوك جنريتور، دي كلوك ثابته برضو، واثناء المعايره بتتعاير ممكن نغير فيها عشان نعاير ان الريدابل الديجيتال ريدابل يتناسب مع الانبوت سيجنال الانبوت ليفل تو بي ميجرد. احنا شغالين دي سي فولتميتر، تمام. وفي دايره اسمها جيتنج سيركت، دي اند جيت، وبعد كده الكاونترز بقى استخدم حاجه اسمها دي كيت كاونترز. كل دول موجودين في الجزء اللي هو الانالوج ديجيتال كونفرتر. والديسبلاي سيستم عباره عن حاجتين: درايفرز ومجموعه 7 سيجمنت، بي سي دي تو 7 سيجمنت ديكودر او درايفرز، و 7 سيجمنت نيومرال ديسبلاي. البلوك ديجرام هيوضح الموضوع ده كويس جدا. الجزئين الرئيسيين موجودين قدامنا اهوت. الجزء اللي هو بالداش لاين المستطيل، الداش لاين ده هو الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، متكون اساسا من كومباريتور اللي هو الاوبن لوب اوب ام اللي قدامنا ده، والانبوت تو بي ميجرد بيدخل على النون انفرتنج انبوت، والانفرتنج انبوت بيخش عليه ريفرنس فولتج اللي هو بقارن V بلس اللي داخل على النون انفرتنج مع V ماينس اللي داخل على الانفرتنج انبوت. ال V ماينس هو الريفرنس فولتج، ال V ماينس هو الريفرنس فولتج، تمام. ده الجزء الخاص بالكومباريتور، ده الجزء الاساسي اللي قايم عليه الانالوج ديجيتال كونفرتر. انا عندنا الاوبن لوب اوب ام، لما يكون في بلس اكبر من في ماينس الاوتبوت بيبقى في سات، بيقعد يكبر يكبر واخره في سات، يعني الاوتبوت بيبقى هاي. لما الفي بلس اقل من الفي ماينس، يعني الفي ماينس اكبر من الفي بلس، هينزل هيكبر بالنيجاتيف واخره هيبقى ناقص في سات. في سات اللي هو ساتوريشن اللي هو السبلاي في سي سي، يعني بيوصل لغاية زائد في سي سي وناقص في اي. دول النهايات بتوع الاوتبوت اللي هو بنسميهم هاي ولو هاي ولو. يبقى في حالة الفولتج تو بي ميجرد، لو الليفل بتاعه اكبر
من الريفرنس فولتج اللي هو على الانفرتنج انبوت، الاوتبوت هيبقى هاي، العكس الاوتبوت هيبقى لو. يبقى كده انا عندي الانبوت انالوج والاوتبوت بيبيهيف ديجيتالي، هاي لو هاي لو هاي لو، تو ليفلز بس. فاحنا بنتوقع طبعا الاوتبوت هيبقى البالسز دي شغال هاي ولو هاي ولو. هاي في البيريود ده اللي هيكون فيه في بلس اكبر من في ماينس. نفترض ان في بلس اللي هو الانبوت ليفل تو بي ميجرد، انبوت فولتج تو بي ميجرد بالقيمه دي في 1 مثلا. الريفرنس فولتج احنا بنختار ريفرنس فولتج لينير طبعا، وهنا مختارين السوتوس. من السوتوس من الرام جنريتور ده بنطلع رام سيجنال، لو بتتكرر تبقى اسمها السوتوس سيجنال، شغال على طول دي سايكل منها بتتكرر السايكل. طيب في حالة عندنا هنا في النقطة دي هنلاقي ان في واحد بتساوي في ريفرنس، ده النقطة اللي بيحصل عندها السويتشنج. في الجزء ده في الجزء ده هنلاقي ان في واحد اكبر من في ريفرنس، كل جزء ده في واحد اكبر من في ريفرنس، يبقى ايه الاوتبوت هنا هيبقى هاي، الجزء ده الاوتبوت هتبقى النبضه بوزيتيف، الاوتبوت بتاع الاوب ام هيبقى بوزيتيف بالس، دي مسميها تي واحد الديوريشن بتاعه. طيب الجزء الثاني ده الفي ريفرنس اللي هو الرام عالي هنا عن الفولتج تو بي ميجر، يبقى في الجزء الصغير ده يطلع لنا نبضه نيجاتيف نسميها تي 2. يبقى عندنا تي 1 وتي 2، تي 1 بوزيتيف وتي 2 نيجاتيف اللي هم خارج الاوب ام ده، خارج ده تمام. يعني يهمني بقى النبضه البوزيتيف لان الديوريشن بتاع النبضه البوزيتيف بيتناسب تماما مع الامبليتيود بتاع الفي 1. يعني الفي 1 لو نقصت كده، افترض قيمه في 1 بقت بالاسلوب ده سميها في 2 مثلا، القيمه صغرت، هلاقي ان الديوريشن بتاع دي 1 قلت خالص، الديوريشن بتاع تي 1 بقت قد كده، وطبعا تي 2 هتكبر لان كل ده بيحصل في السايكل بتاعت الرام، تي 1 بقت صغيره وتي 2 بقت كبرت. انا يهمني الديوريشن بتاع تي 1 اللي هي الهاي دي، البالس البوزيتيف بالس دي، لان احنا بنستخدمها بعد كده لان هي دي اللي بتعبر عن الماجنتيود الامبليتيود بتاع الانبوت سيجنال تو بي ميجر. يبقى عرض النبضه الخارجه من الكومباريتور، عرض النبضه البوزيتيف الخارجه من الكومباريتور بتتناسب طرديا مع الليفل او الامبليتيود بتاع الانبوت سيجنال. فدي حاجه كويسه جدا ان احنا حولنا الامبليتيود بتاع الانبوت سيجنال لديوريشن، بالس ديوريشن. بالس ديوريشن دي بقى ديجيتالي ممكن نعرف قد ايه باسلوب بسيط جدا، بنستخدم بقى جيتنج سيركت اللي هي الاند جيت دي، وبندخل بقى فيكسد كلوك، كلوك معروف التردد بتاعها من كلوك جنريتور، بريسايز كلوك جنريتور بيطلع تردد ثابت. طبعا التردد الثابت بتاع الكلوك جنريتور وبتاع الرام جنريتور بنغير فيهم لما نيجي نعاير عشان نظبط الريد اوت اللي بيظهر على الشاشه، اللي هو الريد اوت ده اللي بيظهر على الشاشه اللي هو بيعد النبضات اللي موجوده في البيريود البوزيتيف بس في التي 1. يبقى اذا لما الانبوت ده بتاع الاند جيت يبقى هاي، وبيبقى هاي فقط في الفتره لما يكون الاوتبوت بتاع الكومباريتور بوزيتيف، يعني في البالس البوزيتيف دي اللي هو في خلال تي 1 بتمر النبضات بتاعه الكلوك كلها بتنزل هنا، يبقى نبضات الكلوك بتمر في الحيز بتاع تي 1 بس، ايا كان عددهم بقى 1000 2000 الكاونتر ده هيعد عدد الكلوكس دي، وعدد الكلوكس دي هيظهر لنا على الريد اوت ده ديجيتالي. يبقى الديجيتال ريد اوت ده بيتناسب مع الديوريشن بتاعه البالس
بتناسب مع عدد الكلوكس طبعا، لان هي ده عدد الكلوكس، وعدد الكلوكس ده بيتناسب لان عدد الكلوكس ده موجود في البالس دي، في الديوريشن بتاع البالس دي. يبقى احنا كده عندنا ريد اوت يتناسب مع عدد الكلوكس، لان هو ده ريد اوت بقراءه الكاونتر، ده الديكيت كاونتر اهوت اللي هو بيعد البالسز دي، مع كل ايدج من البالس بيبتدي كاونت 1 2 3 4 بيعد البالسز كلها. الرقم بتاع عدد البالس ده بيعبر عن الديوريشن بتاع تي 1، ودي 1 بتعبر عن الامبليتيود بتاعه الانبوت تو بي ميجر. الفكره بسيطه جدا، عندي فولتج بحوله لتايم ديوريشن، التايم ديوريشن بقراه من خلال مجموعه من البالسز اللي معروف الديوريشن بتاعها او التردد بتاعها. نفترض الكلوك 1 ميجا هرتز، هيبقى البيريود بتاع الديوريشن 1 مايكرو سكند. يبقى لو قرينا مثلا 1000 كلوك، يعني ده ارى 1000 الريد اوت ارى 1000، يبقى انا عندي 1000 مايكرو سكند. تمام، ال 1000 مايكرو سكند دول انا لازم ده يقرا لي فولت مره واحده، يقرا فولت. فانا بعمل المعايره على اساس ان انا الرقم اللي هنا بيتضرب طبعا بفاكتور، ويتظبط الكلوك على اساس ان الرقم اللي في الانبوت هو اللي بيظهر في الاوت وبيظهر بالفولت. نشوف الرسمه اللي جايه. ده الجزء اللي شرحته في البلوك دياجرام. هنا الرسمة دي بقى بتوضح اللي احنا قلناه برضو في البلوك دياجرام، بس هنا عايزين نأكد على حاجتين. ان في التايم تي واحد اللي هو بيحصل فيه الكاونتنج، الكاونتر بيعد مجموع البالسز دي، هنتكلم على الكاونتر بعد كده. في التايم تي واحد اثناء الكاونتنج الديسبلاي بيبقى ديسكونكت، يعني في الجزء تي واحد عندنا كاونتنج يس ولكن ديسبلاي اوف. ليه في ليه الموضوع ده بيحصل؟ عشان يبقى الميتر ريدابل، عشان القرايات وهي عماله تقرا بسرعه بسرعه ورا بعضيها كده مع كل كلوك، لو الديسبلاي اون مش هتبقى القرايه ريدابل، هيبقى حاجات بتتغير بسرعه جدا جدا. فاحنا في الجزء تي واحد كاونتنج اون، يعني الكاونتر شغال عمال يعد البلسات دي، ولكن الديسبلاي اوف disconnect. يبقى الديسبلاي بيبقى اوف هنا، counting on display off، disconnect يعني اوف. يبقى الكاونتنج شغال والديسبلاي اوف. تي 2 العكس بقى، نيجي في تي 2 العكس، الكاونت وقف لان اساسا ما فيش نبضات في تي 2 خالص، عدت من الاند جيت، ما فيش كاونتنج، نو كاونتنج، نو كاونتنج، ولكن الديسبلاي اون. يبقى القرايه يعني بعد ما يخلص كاونتنج القرايه بتظهر في الفتره دي، بعد ما يخلص الكاونتنج والحركه السريعه دي اللي ممكن تخلي الارقام تجري قدامنا ما بتحصلش في تي واحد، احنا بنطفي الشاشه في تي واحد او ما بنعمل عزل بين الديسبلاي والكاونتر من خلال دايره اللاتش اللي كانت في البلوك دايجرام. البلوك دايجرام كان في لاتش سيركت بتفصل الكاونتر عن الديسبلاي في الجزء بتاع تي واحد بس. تمام، عند النيجاتيف ايدج دي هيبتدي اللاتش يوصل يوصل الديسبلاي عشان القرايه تظهر. الكلام ده بقى طبعا بيتكرر، السايكل دي بتتكرر تاني. لو الفولت ثابت زي ما هو، لو الفولت ده ثابت زي ما هو احنا بنتكرر، هتبقى نفس القرايه موجوده هي هي على الريد اوت. لو حصل بقى ان الفولت تو بي ميجرد كبر بقى عالي، طبعا القرايه هتختلف. تمام، لان عرض النبضات هتختلف، تي 1 هتختلف وتي 2 هتختلف، وبالتالي عدد البالسز اللي هيأداها الكاونتر هتختلف. ده ببساطة الحاجة اللي احنا عايزين نقولها في الكاونتر. طبعا يلزم منكم ان انتوا تقروا الكتاب كويس، متقال فيه الكلام ده، بس انا وضحت لكم باسلوب مبسط يعني مش بتفصيلات كتيرة
البلوك دياجرام شغال ازاي، الفكره شغاله ازاي، العمليات بقى الاون والاوف. اما نرجع للبلوك دياجرام تاني ممكن نوريكم الجزئيه. ده الشرح بقى اللي موجود اللي احنا قلناه، واللي هو بيتكلم عن علاقة الانبوت فولتج بالريفرنس والاند جيت اللي هي بتباس البالسز ديورينج تي واحد، وان احنا في النهاية ان الكمباريتور بيطلع لنا عدد من البالسز بيتناسب مع الامبليتيود بتاع الانبوت فولتج. طبعا في نهاية كل سايكل لازم الكاونتر يحصل له ريسيت. لما نيجي نتكلم بقى شوية عن الكاونتر، الكاونتر بتاعنا ديكيت كاونتر. الديكيت كاونتر يعني بيعد من 0 ل 9، بيعد 10 عدات فقط، يعني بيجي عند 10 ويريسيت تاني ل 0 0 0. تمام. واحنا بنستخدم مجموعه من الديكيت كاونترز عشان الديسبلاي يظهر. كل ديكيت كاونتر بيغذي 7 سيجمنت وبيظهر الارقام على 1 7 سيجمنت. كل ديكيت كاونتر بنستخدم 3 ديكيت كاونتر وفليب فلوب. هنتكلم على الديسبلاي بالتفصيل شوي. قبل ما نتكلم على الديكيت كاونتر، طبعا يعني احنا في نهايه كل سايكل اللي هي في نهايه الرام او في نهايه السوتوس، دايما مع النيجاتيف ايدج بتاعت السوتوس الكاونتر لازم يحصل له ريسيت عشان في كل سايكل يبتدي يعد من جديد، يعد نفس الرقم اللي كان موجود لو الفولتج ما اتغيرش، او يعد رقم جديد لو الانبوت فولتج الليفل بتاعه اتغير. الديكيت كاونتر شغال ازاي بقى؟ ده رسمه الديكيت كاونتر. الديكيت كاونتر بيتكون من 4 فليب فلوب اف اف 0 لغايه اف اف 3. طبعا 4 فليب فلوب يبقى اكيد هو هيقرا لنا اي كاونت من 4 اصفار لغايه 4 احاد، يعني من 0 ل 15، يعني هيعمل 16 كاونت. لا انا عايزين نحوله لبي سي دي. بي سي دي بي سي دي يعني ايه؟ يعني باينري كودد ديسيمال، يعني يعد من 0 ل 9 بس زي الكاونت الديسيمال بالظبط. يعني دي عايزينه يعد من 0 ل 9، 9 اللي هي 1 0 0 1، عايزينه يعد من 0 ل 9. معناها ان اول ما يوصل ل 10 بقى اللي هي 1 اللي هي 0 1 0 1، لما يوصل ل10 يرجع يريست تاني للزيرو. احنا عايزينه يعد من 0 ل9 بس اللي هي الديسيمال عشان يبقى اسمه بي سي دي، يعد من 0 ل9، ما يعدش من 0 ل15، يعد من 0 ل9. اول ما يوصل للرقم 10 دوت يريست تاني ويرجع للزيرو. ده اللي احنا عايزينه عشان يبقى اسمه ديكيت كاونت، لان الديكيت كاونتر ده هو بيغذي ال7 سيجمنت، وال7 سيجمنت عندنا متصممه على انها تنور من 0 لايه ل9. ال7 سيجمنت بتنور من 0 ل9 تمام، حسب ال7 ليد اللي فيها دي بتنور من 0 ل9 تمام. يبقى الديكيت كاونتر متكون من 4 فليب فلوب، ولكن متوصل بطريقه معينه انه يبقى ديكيد، يعني ما يكملش لغايه 15، ما يكملش لغايه 15 خالص. كل ما بعد 10 ده و10 كمان ما بيظهرش. احنا اول ما بيوصل للباترن بتاع 10، الباترن بتاع 10 عندنا اللي هو 1010، الباترن بتاع 10 ده معناه ده الفليب فليب 0 اللي هي 2 اس 0 اللي هو least significant bit، وده 2 اس 1 يعني فليب فلوب 1، ده الفليب فلوب 2 2 اس 2، وده الموست significant bit الفلوب 3 دي. فعندنا الباترن ده ما بيتكررش، يعني لما الفليب فلوب 3 يبقى 1 والفليب فلوب 1 يبقى 1،
باترن ده لما بيحصل باخد انا بقى بوصل الاوت بتاع فليب فلوب 3 وفليب فلوب 1 اللي هما بيبقوا وحايد عند الباترن بتاع 10 ده، والاوت بتاع فليب فلوب 1 الاثنين دول بوصلهم هنا بالناند جيت دي. فلو حصل الباترن ظهر يعني هيحصل 2 1 هنا، كيو 1 هيبقى 1 وكيو 3 هيبقى 1 عند الباترن بتاع 10، فالناند جيت هتطلع لنا لو هنا، اللو هيكلير كل الفلوب فلوبز بتاعتنا دي ونرجع تاني للزيرو زيرو زيرو زيرو. يعني مجرد ما بيوصل ل10 ما بيكملش، بيريست ال 0 0 0 على طول، ما تشوفش 10، تشوف الارقام من 0 ل 9 فقط. على لو ديكيت كاونتر ده واصل بهنا بقى الاربعه بت بتوعه اللي طالعين منه دول واصلين على طبعا من خلال درايفر، بيبقى فيه درايفر بيس اسمه بي سي دي تو 7 سيجمنت درايفر، الديكيت كاونتر بيوصل على الدرايفر والدرايفر بينور لنا ال 7 سيجمنت طبقا للارقام اللي طالعه من الديكيت كاونتر. الديكيت كاونتر بيعد من 0 ل 9، والدرايفر بقى بيحطها بقى في الفورمات الخاص بال 7 سيجمنت. تمام؟ ايه اللي عايزين نقوله تاني هنا في الديكيت؟ خلاص عرفنا ازاي ان هو ما بيعدش من 0 ل 16، بيعد من 0 ل 9 بس، وعند 10 بيحصل الريست ان بياخد الخارج بتاع كيو 3 وكيو 1 اللي هو بيحصل عندهم 1 1 عند الباترن 10 وبيريست جميع الفليب فلوبس. تمام. طيب الفليب فلوب ده شغال ازاي؟ الكاونتر ده شغال ازاي بالاربعه فليب فلوب دول؟ الكاونتر ده جي كي اسمه جي كي فليب فلوب، مكون من اربعه جي كي فليب فلوب. الجي كي فليب فلوب في حاله توصيل الجي بالكي بالهاي ده بيشتغل في حاجه اسمها التاجل مود. التاجل مود معناه ان هو بيغير ستيت بتاعته مع كل التاجل مود تي او جي جي ال اي بيغير الستيت مع كل كلوك. يبقى الكلوك الاساسيه بتاعتنا اهي داخله على الفيرست فليب فلوب اف اف 0. تمام. وطبعا الدايره دي بتقول لنا ان هو الفليب فلوب ده شغال بالنيجاتيف ايدج، يعني الكلوك نفترض انها عامله كده، يبقى عمليه التاجلنج وتغيير الستيت. تاجل يعني غير الستيت، لو كان الفليب فلوب هاي يبقى لو، لو كان لو يبقى هاي، بيغير مع النيجاتيف ايدج النيجاتيف جوينج ايدج. يبقى الدايره دي بتقول ان الفليب فلوب كلهم شغالين على النيجاتيف ايدج، الدايره دي بتعبر انهم شغالين على النيجاتيف ايدج بتاعت البلس. عندنا في حاجه اسمها ليفل تريجرنج، الليفل تريجرنج اللاتش بيبقى شغال ليفل تريجرنج، والفليب فلوب شغال ايدج تريجرنج، ولو في دايره يبقى شغال مع الايدج النيجاتيف اللي هي دي. والسهم دوت بيقول ان هو مش ليفل تريجرنج لا ايدج تريجرنج. تمام. طيب يبقى انا اهم حاجه هنا ان عايزين نعلن ان الكلوك الاساسيه داخله على الفليب فلوب رقم 1. طب الفليب فلوب رقم 2 اللي هو الكلوك الاساسيه داخله على اف اف 0، احنا بنقول من 0 ل 3، يبقى الكلوك الاساسيه داخله على الفليب فلوب 0. طيب بقيه الفليب فلوبز بقى ليها علاقه بالكلوك الاساسيه؟ لا، بتاخد الكلوك من الاوتبوت بتاع الفليب فلوب اللي قبلها. يعني الفليب فلوب 1 الكلوك بتاعته هي الاوتبوت اللي هي كيو بتاع فليب فلوب 0، فليب فلوب 2 الكلوك بتاعته هي الاوت بتاع فليب فلوب 1. تمام. نخش بقى على الويف فورم ونشوف ازاي الكاونتر ده بيعد بي سي دي، يعني من 0 باينري كود الديسمال، يعني من 0 ل 9. نيجي هنا بقى، دي الكلوك الاساسيه اللي داخله على فليب فلوب 0 فقط. يبقى عند كل نيجاتيف ايدج كل الشغل بتاعنا بقى هيظهر عند كل نيجاتيف ايدج. كل نيجاتيف ايدج هيحصل ايه؟ هيحصل طاجل. يعني ايه طاجل؟ يعني الفليب فلوب بيغير الستيت بتاعته، لو كان زيرو لو كان لو يبقى هاي، لو كان هاي يبقى لو، وهكذا. يبقى واحنا شغالين على النيجاتيف ايدجز تمام. نيجي للفليب فلوب كيو.
تمام. اول ما تيجي النيجاتيف نفترض ان احنا كلنا مبتدين 0 0 0، كل الفلوب فلوب بريسيت هي، واحنا كل المواضيع عندنا 0 0 0 في التايم البيريود بتاع الكلوك الاولانيه كله اصفاره. طيب نيجي لكلوك واحد مع النيجاتيف ايدج بتاعت كل بالص هيسويتش الستيت، يعني هو كان 0 قلب 1 استمر 1 لغايه ما تيجي الكلوك الثانية، النيجاتيف ايدج بتاع الكلوك الثاني يغير الستيت بقى هاي، يرجع لو ويثبت في اللو في الفلوب يكيب الستيت لغاية لما يحصل التريجر الثاني يتشنج يتاجل، يتاجل يعني تشنج الستيت يطلع لهاي، وبعدين تيجي الكلوك الرابعة كان هاي يتشنج الستيت وهكذا. تمام، يبقى كيو واحدة تبقى بالشكل ده، كيو زيرو قصدي. نيجي لكيو واحد بقى، كيو واحد ملهاش علاقة بالكلوك اللي فوق ده، الكلوك بتاعها هو كيو زيرو، لأن الأوت بتاع كيو زيرو هو اللي بيتريجر كيو واحد، فإذا هيشتغل على النيجاتيف إيدج بتاعت كيو زيرو كأنها الكلوك بتاعت كيو واحد. يبقى هو كان زيرو هيستمر زيرو لغاية ما يقابل نيجاتيف إيدج تجيله من التريجر بتاعته اللي هي كيو زيرو على طول، علاقة باللي فوقه مباشرة. فهيغير الستيت، كان زيرو يبقى هاي، تيجي الكلوك الثانية تغير الستيت الثاني كان هاي يبقى لو، وهكذا. نيجي لكيو 2، كيو 2 برضو علاقته بكيو 1، التريجر بتاعته كيو 1، يبقى هيشتغل على النيجاتيف ايدج بتاعت كيو 1، يبقى هيخليه زي ما هو زيرو كده لغاية ما تجيله نيجاتيف ايدج يطلع هاي، وهكذا، وتاني هاي لغاية ما تجيله النيجاتيف ايدج اللي هي اللي فوق دي ينزل له. تمام. طب كيو 3 هيشتغل على النيجاتيف ايدج دي، يبقى النيجاتيف ايدج دي بس، يبقى هيستنى له خالص ولا هيجي اي حاجه لغايه لما تيجي النيجاتيف ايدج دي يطلع هاي. تمام. طب ايه اللي نزله هنا بقى؟ ما هو ما جاتلوش نيجاتيف ايدج من اللي فوق ده، بقى عمليه الريسيت. نشوف بس احنا هنا دلوقتي الكاونتر بيعد في الاول عند البلس الاولانيه دي 0 0 0 0، هنا هيعد بقى 1 0 0 0، ده الديسيمال 0 1 والثلاث اصفار ده الديسيمال 1، يعني نشوف بيعد من 0 ل 9 ازاي. يبقى ده في النبض رقم، في مع النبض رقم 3 هنا هنلاقي ده 0 واحد زيرو زيرو، ده هيبقى الديسيمال رقم 2، هيتنيه ماشي كده لغايه لما نوصل للديسيمال رقم 9 هنا. اللي هو واحد زيرو زيرو واحد، ده الديسيمال رقم 9، ما بيلحقش بقى يوصل لعشر. ساعة ما بيجي يوصل لعشرة كله بيرست، كله بيرست، حتى ده اللي كان المفروض يستمر لأن ما جالوش حاجة تخليه سويتش هنا، هو بيسويتش من الريست اللي بيحصل، كله بيرست ويرجع تاني زيرو 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 زيرو، يبقى ما بنوصلش لعشرة خالص، بيوصل لتسعة وبعدين يرجع تاني زيرو، يبقى بيعد من صفر لتسعة وبعدين يرجع تاني زيرو، بيرجع زيرو تاني من، بيرجع زيرو تاني من الريست، بيصفر كل الفليب فلوبس ويخلي كل الفليب فلوبس زيرو بعد النبضة العشرة، ما بتلحقش تدينا الباترن بتاع عشرة اللي هو زيرو وان زيرو وان، ما يحصلش الكلام. يعني دي كانت زيرو زي ما هي، دي كانت المفروض تبقى وان، رجعت زيرو. المفروض تبقى لانها كانت المفروض تتاجل مع النيجاتيف ايدج دي، كانت المفروض تطلع الحته الصغيره دي، ما لحقتش تطلع الحته الصغيره دي، ودي كانت المفروض تستمر ما لحقتش تستمر ونزلت لتحت. ده فكره عمل الديكيت كاونت. ده شكل الديسبلاي شغال مع الديجيتال فولتميتر بتاعنا، ما بيكونش فيه ديكيت كاونتر واحد، بيكون فيه اربعه ثلاثة ديكيت كاونتر، دول ثلاثة ديكيت كاونتر وفليب فلوب.
فليب فلوب بيعد 0101 عشان حتى هو واصل ب ديسبلاي بيعد 0101 بس. الديكيت كاونترز كلهم بيعدوا من 09 فواصلين على 7 سيجنال كاملة بتعد من 09 من 09 الفليب فلوب بس بيقلب 01 فقط على الديسبلاي ده. اللي موجود في الوسط ده اللي هو الدرايفرز البي سي دي ده 7 سيجمنت درايفر. الكود اللي نازل هنا بي سي دي لانه بيعد من 0 ل 9 10 عداد اسمه بي سي دي مش باينري. وده من البي سي دي لل 7 سيجمنت درايفر عشان ينور ال 7 سيجمنت طبقا للارقام اللي نازله له هنا. لما يكون هنا في 9 يعني 1001 هينور بالشكل ده. طيب شغال ازاي الكلام ده؟ يبقى ده الديسبلاي بتاعنا ديجيتال ديسبلاي اللي موجود في الديجيتال فولتميتر بالاسلوب دوت. يعني اقصى رقم ممكن يعده 1999 بالس. طبعا ده كافي جدا لانه ده بيوصلنا لغايه 200 فولت. هنشوف الكلام ده ازاي لما نشوف الرينجينج بتاعته وكده. انما قادر انه يعد 1999 بالس. ده اقصى رقم يقدر يعده الفولتميتر بتاعه. نيجي نشوف بيشتغل ازاي بقى. الانبوت تريجر بتخش على الديكيت كاونتر الاولاني. فالديكيت كاونتر الاولاني يقعد يعد بقى من 0 ل 9. يعني افترض ان الارقام دي كلها كانت صفار، كل ده منور صفر، ديسبلايز دي كلها منور صفر، مع التريجر الأولانية ده هيبتدي بقى يكاونت، يبتدي كان صفر الأول، يبتدي يقرا واحد واثنين وهكذا لغاية لما يوصل لمين؟ لتسعة. عد تسعة عدات يعني. بعد ما بيوصل لتسعة الاوت بتاعه ده بيتريجر الديكيت كاونتر ده وان تريجر بس، وان تريجر بس. ده بعد التسعة بيقلب زيرو، خلاص بقى ده زيرو، عد تسعة بعد رجع لزيرو تاني، عد العشر عدات بتاعته من زيرو لتسعة، وصل له ريسيت رجع زيرو. ده يجي قالب واحد، يبقى اذا الرقم اللي ظاهر عندنا هنا واحد وزيرو والباقي كله صفار، يبقى كده 10. تمام. بعد كده ده يرجع يعد تاني، يعد 1 2 3 4 لغايه 9، يبقى اخره هيبقى وبعدين يرجع تاني 0. يعني لما يعد 9 هيبقى 19 كده. بعد كده يرست ال 0 وتريجر منه تطلع، كل ما يعد 10 عداد تريجر تطلع تانيه، ده يقلب بقى ال 2 بقينا 20 من 19 ل 20 وهكذا. الفكره قايمه على كده ان ده يعد 10 مرات وبعدين ده يعد مره، ده يرجع يعد 10 مرات تاني وده يعد مره وهكذا. وده مع ده بنفس الاسلوب ان ده بعد ما يعد ال 10 مرات يبتدي ده يعد مره. وعشان كده ده بيعبر عن الاحاد وده عن العشرات وده عن المئات وده عن ودي خانه الالاف. يعني الرقم اللي هنا خانه الاحاد، ذاكر بيقول 1000 لو الرقم وصل للنهايه هنقول 1999. تمام. ده اسلوب الكاونتر وشغال ازاي. ده المستخدم في الديجيتال فولتميتر بتاعنا. نشوف الرينجنج بقى بيتغير ازاي اللي هو الرينج تشينجنج. فهنلاقي هنا ده الكومباريتور بتاعنا. لو احنا حاطين على الرينج بتاع 2 فولت هنلاقي السويتش ده روتر سويتش وهانجد مع السويتش اللي واصل على ال 7 سيجمنت. لما اكون عندي 2 فولت الديسيمال اللي بينور بتاعي هو الديسيمال الاولاني ده. يعني في ليد صغير هنا وليد صغير هنا، دول بيحطوا الديسيمال بوينت. كلهم مطفيين طالما الارض بتاعهم مش واصل. يعني واصل لهم الهاي تنشن للليدز دي، الثلاثه ليد دول واصل لهم الهاي تنشن زائد 5 فولت مثلا، بس الارض مش واصل فمطفيين كلهم. لو حطيت بقى السويتش ده هو اللي بيوصل الارض بتاعه. السويتش ده هيحرك السويتش ده كده هيوصل الارضي للليد اللي انا عايزه. هنا الارضي متوصل عند الاولانيه
يبقوا دول مطفيين، ده مطفي وده مطفي. الاولانيه هي اللي منوره، يبقى انا عند لو هيخش لي 2 فولت، لو هيخش لي 2 فولت هنا، ده الرينج بتاعي اللي هو بيقرا من زيرو للماكسيم بتاعه 2 فولت. لو دخل 2 فولت هنا هتبقى الديسمال بوينت دي هي اللي منوره، يعني اللي ظهر عندنا هنا 1.99 فولت لو كان الجهد هنا داخل بالكامل 2 فولت، فهيظهر لي 199 فولت، معناها 1.39. فالريزوليوشن كمان عاليه، هي بيقرا 3 ديجيت بعد الديسيمال نمبر، فريزوليوشن عالي، فبيقرا 1.999. لو رحنا بقى للسكيل 20، السويتش ده هيتحرك للجزء الحته اللي تحت دي، هيطفي الاولاني، هتطفي لان الارض بتاعها اختفى، وهينور لنا الثاني دوت. ولو الجهد بقى 20 هنا في الماكسيمم بتاع الرينج مثلا، هيقرا 19.999، هيقرا لنا 19، وهكذا. يبقى انا بنحرك الديسيمال بوينت عشان نغير الرينج بقى من رينج 2 للرينج 20 للرينج 200، يعني ممكن اقرا لغايه 200 فولت، بس الكاونت بتاعه نهايته 1999 نبض. ده اقصى كاونت عندنا. الاربعه ديكيت كاونتر ما يقدروش بالاسلوب اللي احنا عاملينه ده وتوصيله، ما يقدروش يعدوا اكتر من 1900 دولت. دول كفايه جدا جدا، احنا ممكن نقيس 200 فولت بالفولتميتر ده، الفولتميتر قادر انه يزيد يقيس من 0 ل 200 فولت على 4 على 3 رينج، فده كويس جدا وعملي جدا، وكمان الريزولوشن بتاعته كويسه جدا، معناه ان الاكيورسي بتاعته عاليه جدا. نبتدي بقى الجزء الثاني من المحاضره اللي هو الديجيتال فريكوانسي ميتر. طبعا ديجيتال فريكوانسي ميتر في فكرته هو عكس الديجيتال فولتميتر اللي احنا لسه متكلمين عليه، بمعنى في الديجيتال فولتميتر كان بيبقى عندنا فيريبل ديوريشن، يعني بالس اللي هي تي واحد دي ويز فيريبل ديوريشن، الديوريشن بتاعها بيتغير طبقا للانبوت فولتج، وعندنا فيكسد كلوك، وكنا بنقيس الكلوكس جوه الفيريبل ديوريشن ده. الديوريشن كل ما كان كبير بتاع البالس دي واحد بينزل لنا عدد من الكلوكس كبيره بتعبر عن الانبوت فولتج انه رقم كبير. عدد الديوريشن بتاع تي واحد دي صغيره، هيدخل عدد بالس صغير جواها، والعدد اللي هيتعدي في هذا الاطار الزمني اللي هو تي واحد ده هيعبر عن الفولتج اللي داخل، لان الاطار الزمني ده كبره وصغره بيقول ان الانبوت فولتج بيكبر او بيصغر. هنا الموضوع عكس كده بقى، هناك كان عندنا variable time وفيكسد كلوك، هنا العكس، عندنا fixed time وvariable signal to be measured اللي هي الفريكونسي to be measured. يعني انا هنا بقيس فريكونسي ما بقيسش فولت، بقيس فريكونسي بالهرتز وكيلو هرتز وميجا هرتز. فالفرق الرئيسي هيبقى في الحته اللي هي عند الجيتنج دي، يعني دي الاند جيت، احنا كان بيخش لنا هنا فيكسد كلوك بالكلوك جنريتور، فاكرين كان عندنا فيكسد كلوك، وكان عندنا هنا تي واحد وكانت فيريبل بقى حسب كان تي واحد وتي اتنين، خلينا في تي واحد، يعني كان بيبقى في تي واحد واتنين بس انا يهمنا تي واحد. كان عندنا تي واحد دي، وكان كنا الخارج هنا اللي هو كلوك المحشي داخل تي واحد ده، وتي واحد دي كانت فاريبل. هنا بقى الشكل هيختلف شويه، يعني هيطلع لنا بالسز هنا في اطار التي واحد، مجموعه من البالسز، معلش الجزء اللي نزل لتحت ده كده، مجموعه من البالسز جوه تي واحد. وتي واحد فاريبل، والكلوك ده فيكسد كلوك، فيكسد كلوك فاريبل تايم، لان تي واحد دي مش كونستانت، دي واحد بتتغير. هنا بقى عكس الموضوع، الاستراتيجي مختلف خالص، عكسه بالظبط. يعني عندي بقى
fixed time عند الجيتين كده عندي fixed time وحتى احنا مختارينه 1 second تي 1 بتساوي 1 second تي 2 بتساوي 1 second الناس ده عندي 2 دلوقتي يبقى انا عندي 1 second هنا في بوزيتيف تي 1 بتساوي 1 second fixed time تساوي 1 second fixed time. طيب ما عنديش بقى fixed clock انا عندي الفريكوانسي تو بي ميجرد unknown اف unknown دي علامة استفهام تمام فانا عندي هيطلع لي هنا في الاطار الزمني 1 ثانيه اللي هو تي 1 هيطلع لي مجموعه نبضات كتيره جدا كده معلش النبضات مرسومه غلط فهعد النبضات دي بقى بنفس الديسبلاي بتاعي والنبضات دي هتعبر لي مباشرة عن التردد بالهيرتز لأنها بتتعدي في واحد ثانية لو جالي 1000 نبضة هنا يبقى التردد 1 كيلو جالي 10 أس 6 نبضة في الإطار الزمني الواحد ثانية ده هيبقى 1 ميجا هيرتز تمام فالفكرتين عكس بعض فالموضوع سهل نيجي هنا نشوف احنا الديجيتال فولتميتر هنلاقيه بيتكون بقى من مفيش حاجة اسمها كومباريتور خالص بيتكون من أهم حاجة اللي هو الأكيوريت تايم سورس ده اللي هو بيطلع لنا واحد ثانية واحد ثانية تمام يبقى عندنا أكيوريت تايم سورس تو بالسز البالس الأولانية واحد سكند اللي هي البوزيتيف والبالس النيجاتيف واحد سكند ده بيسموه تايم بيتس يبقى احنا اساسا عندنا تايم بيز ده الريفرنس اللي بنقيس فيه التردد التردد بنقاس بايه؟ بالتايم التايم هو البيريود والبيريود هو التردد فعندنا اكيوريت تايم بيز وعندنا بقى الكاونتنج سيركت طبعا هو الديكيت كاونتر زي ما هو 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 واللاتش زي ما هو والديجيتال ديسبلاي زي ما هو مفيش فرق خالص حاطين بس شويه حاجات هنا بسيطه الجيتنج سيركت بتاعتنا زي ما هي ايه حاجتين الصغيرين دول هنقولهم واحنا بنتكلم على البلوك دايجرام اسف انا طبعا على الرسم الملخبط ده لان الواحد مش متعود يشتغل بالبوينت دي يحركها زي القلم يبقى الفكره واضحه خالص هنا عندنا فيكس تايم و فاريبل فريكونسي اللي هي السيجنال فريكونسي تو بي ميجرد ايا كانت بقى اي ريبيتيتف فريكونسي باي شكل سواء كانت ساين ويف ريكتانجولار تريانجولار اي ويف ريبيتيتف ممكن اقيس التردد بتاعها من خلال ان انا اعدها في اطار زمني ثابت اللي هو واحد ثانيه تعدت لي قيمه معينه 1000 تعدوا في الواحد ثانيه يبقى التردد 1 كيلو خلاص مباشره فهو الديجيتال فريكونسي ميتر اسهل من ولا عشان احنا شرحنا الثاني فده واضح ان هو مش صعب عنه على الاطلاق هو تقريبا زي البلوك دياجرام يبان اصعب شويه ولكن هو مش اصعب ولا حاجه هو بس عشان الحتتين الزياده اللي هم دول اللي هو الامبليفاير اتنيويتور ده مبدئيا الفريكونسي تو بي ميجر ده الانبوت بتاعنا بيخش على امبليفاير اتنيويتور هتعرفه كبلوك كده اللي هو لو دايره لو الامبليتيود بتاع السيجنال واطيه بيعليها لو عاليه بيوطيها امبليفاير اتنيويتور السيركت بتاخده كبلوك دياجرام كده تمام دي السيجنال ايا كانت هنا مثلا ساين ويف ممكن تكون اي ريبيتيتف ويف البلوك الثاني ويف شيبنج نتورك بيحول دي لبالسز لريكتانجولار بالسز الدايره دي اللي بتحول اي سيجنال لريكتانجولار بالسز بيسموها شيمت تريجر وانا هندرسها في الشابتر الجاي دايره سهله جدا بتحول اي ريبيتيتف فريكوانسي لريبيتيتف بالسز بس اهم حاجه بنفس التردد لان احنا لو التردد اتغير دي اهم حاجه في الموضوع ان احنا السيجنال اللي احنا عايزين التردد نقيس التردد بتاعها ما يتغيرش من اي دايره اخرى يبقى هي بتحول بس شكل السيجنال الى ريكتانجولار ويف وورد with the same frequency دي اهم حاجه في الموضوع ده الباقي كله بقى اتكلمنا عنه الجزء اللي تحت ده كله اتكلمنا عنه ده التايم بيز تمام ده اوسيليتور
واحد سكند بيطلع لنا النبضات دي اللي هي في بيريود واحد سكند. بيريود واحد سكند طلع نبضتين نبضة كده في بيريود واحد سكند وتتكرر تاني في البيريود ده واحد سكند. السليتور بريسايز طبعا البيريود بتاعه واحد سكند. لما بتدخله على فليب فلوب بيقسم التردد، بيقسم التردد يعني يخليه نص ثانية، يعني يخليني يطلع لي الفليب فلوب. احنا شيء عارفين وشفناها في قبل كده في الكاونتر، وعارفين ان هو تلاقي البيريود بيزيد معناه التردد بيقل، لان عند النيجاتيف ايدج يبتدي يطاجل. فالخارج بقى كيو الخارج من الفليب فلوب هيبقى 1 سكند 1 سكند، وده تي 1 وتي 2 بقى هيبقى تي 1 عباره عن 1 سكند وتي 2 1 سكند. ده التايم بيس بتاعنا 1 سكند بوزيتيف اللي هو كيو، ده التايم بيس بتاعنا اللي هو خارج الفليب فلوب واللي داخل على الاند جيت. الاند جيت ده الجيتنج سيركل. يبقى اللي طالع من كيو ده نبضه 1 سكند بوزيتيف 1 سكند نيجاتيف، ده الكيو بتاعنا. زي تي 1 وتي 2 بالظبط، دي تي 1 والثانيه دي تي 2. كويس؟ يبقى انا عندي الفريكونسي تو بي ميجرد اللي طالع من الويف شيبنج نتورك دي اللي هي اساسا جايه لي من هنا بس اتشكلت. السيجنال تو بي ميجرد يبقى انا عندي هنا فيكسد ويتس فيكسد ديوريشن 1 سكند وفاريبل فريكونسي داخله هنا. يبقى الفريكونسي دي هتتعد داخل الاطار الزمني اللي هو 1 سكند ده، هتطلع لي التردد مباشره بالهيرتز او الميجا هيرتز او كيلو هيرتز. وهنتكلم عن الرينجنج دلوقتي بتاع الفريكونسي ميتر. واضح ان الفكره سهله جدا جدا. طيب هو هنا بقى بيستخدم كيو بار عشان يتحكم في الديسبلاي. يتحكم في الديسبلاي، احنا عايزين نتحكم في الديسبلاي في ايه؟ احنا قلنا في التي 1 بيبقى بيحصل كاونتنج والديسبلاي اوف. تمام؟ يبقى انا عايز في البدايه دي اللي هي دي كيو بار بقى. النيجاتيف جوينج ايدج بتاعت كيو بار دي بدايه السايكل او نهايه اي سايكل. دي بتريست الكاونتر، يعني الكاونتر لازم بيريست في بدايه كل سايكل. خد بالك ان اي سايكل بدايتها ونهايتها حاجه واحده، لان في النهايه ببتدي بدايه جديده. يبقى الكيو بار النيجاتيف بتاع الكيو بار بتريست الكاونتر عشان الكاونتر لازم يبتدي من 0-0 في كل سايكل. واحنا قلنا لو لقى التردد زي ما هو هيسيبه، التردد اختلف هيابديت التردد زي ما قلنا هناك برضه في الفولت. الفولت زي ما هو في السايكل الثانيه بيساب القرايه بتبقى ثابته، الفولت يتغير لاي اسباب القرايه بتتغير. فهنا نفس الموضوع، ان انا دايما اعمل ريسيت في بدايه التي 1. اعمل ريسيت للكاونتر. تمام؟ طب ايه حكايه اللاتش في بدايه اللاتش؟ اللاتش بقى لازم يكون هنا اوف اثناء الكاونتنج. تمام؟ ويكون اون في الجزء بتاع في الجزء الثاني الجزء بتاع تي 2. يبقى هنا الكاونتنج اون والديسبلاي اوف. ديسبلاي اوف في التي 1 زي الثاني بالظبط. هنا العكس بقى، نو كاونتنج والديسبلاي اون. فهتلاقي كيو 1 البوستر الايدج بتاعتها كيو بار قصدي البوستيف ايدج بتاعتها دي هتخلي لي الجزء اللاتش ده يوصل لي بقى الكاونتر بالديسبلاي عشان يبقى هنا القرايه بتحصل هنا. ده الديسبلاي اون كاونتنج اوف ديسبلاي اون. هنا العكس كاونتنج اون ديسبلاي اوف. يبقى التو كنترولز دول، والكنترولز دول كانوا موجودين هناك في برضه في البلوك دياجرام بتاع الديجيتال فولتميتر، بس جايز احنا ما اتكلمناش عليهم كتير لان انا عارف انهم راجعين تاني هنا، لان هو الديسبلاي واحد وكنترول على الديسبلاي واحد. ان انا لازم يكون عندي كنترول في حاله الكاونتنج، ما بمررش الحاجه من
من الكاونتر للديسبلاي في حاله الكاونتنج، تمام. وفي حاله الديسبلاي بمرر الارقام اللي عايزه تظهر بمررها من الكاونتر على الديسبلاي. يبقى تي واحد الكاونتنج شغال ولكن ما فيش ديسبلاي، ديسبلاي على اخر وضع، يعني الديسبلاي ما بتحدث لان اللاتش ده فاصل اوف اثناء الكاونتنج، اللاتش ده بيفصل، تمام. انما في نهايه الكاونتنج بقى بيوصل اخر ما توصل له للكاونتنج عشان يابديت الصوره اللي هنا او يابديت الرقم اللي هنا، تمام. كلمه ريجستر هنا هي ريجستر يعني كاونتر، لان الكاونتر بيجي عند اخر ستيت وبيثبت على الحاله بتاعته، بيرجست اخر عدد الا لو جاله تريجر ثانيه يبتدي يعدل او حصل له ريسيت ويبتدي يعدل الكاونتنج بتاعه. اعتقد ان الفريكوانسي ميتر ما يفرقش كتير اذا ما كانش اسهل من التاني في دايره كومباريتور. هنا في تايم بيز كونستانت، تايم بيز اللي هو 1 سكند و1 سكند، دي 1 ودي 2، وفاريبل فريكوانسي بتتعدى في هذا الاطار الزمني، فالموضوع اعتقد ان هو اسهل. نيجي لموضوع الرينجنج بقى، ده موضوع الرينجنج بتاعنا. عندنا هيبقى عندنا اكتر بقى من تايم بيز، تايم بيز يطلع لي 1 سكند، ده التايم بيز بتاعي اللي هو اوسيليتور والفليب فلوب. نبقى نكتر مجموعات الفليب فلوب او نستخدم ديكيت كاونتر يقسم على 10، يعني الواحد سكند دي يعني 1000 مللي، 1000 مللي سكند. لو جبنا ديكيت كاونتر هيقسم على 10 بدل الفليب فلوب هيديني هنا 100 سكند، يبقى قسمت على 10، تمام. نشوف الكلام ده ازاي. لو انا عندي 1 سكند والعادد الفول كاونت بتاع العداد 19999 هنلاقي دي اللي منوره بس، وبيكتب هنا كيلو هيرتز بدل ما نقول 1999 هيرتز هنقول 1.999 كيلو هيرتز، ويكتب كيلو هيرتز هنا. ده عند البوزيشن 1 بتاع الرينج سويتش. لما اجي هنا يبقى قسمت الديوريشن على 10، كانت 1000 بقت 100، قسمناها على 10، التردد زاد 10، طرف 10، يبقى بدل ما هو 9 بقى 19 كيلو هرتز. اللي بعديها 10 مللي، قسمنا الديوريشن على 10 معناها ضربنا التردد في 10، فهنضرب في 10 ب 199.9 كيلو هرتز. هنا نفس الموضوع، هيبقى بقى 199.9 كيلو هرتز اللي هو 1 ميجا، بيرجع تاني بقى الاولانيه هي اللي تنور هنا. لذلك تلاقي ده هينور الاولانيه تاني، بس لازم يتكتب هنا ميجا هرتز. ده عمليه الرينجنج اهو، بيقيس يعني لغايه 1 ميجا، يعني طبعا كويس هو بيقيس لغايه 1999 ميجا. ف يعني بيعد 1999 كاونت، يعني اخر حاجه فيه اللي هو 1 ميجا او 2 ميجا، لان 1.999 دي تعتبر 2 ميجا هرتز. فطبعا لما يكون فريكونسي ميتر 2 ميجا هرتز كويس. وبعدين طبعا الكلام ده ممكن كله يتعدل، ان انا ازود بقى في الديسبلاي، اغير في ال، هنا بنغير في الرينج، يعني التعديل وان يكون في عندي فريكونسي ميتر بيقيس ترددات اعلى، الديزاين بتاعه هيكون بطريقه اسهل، تمام. كده انهين وصلنا لنهايه المحاضره بتاعت النهارده، اتكلمنا على الديجيتال فولتميتر والديجيتال فريكونسي ميتر، ونشوفكم ان شاء الله بقى في المحاضره الجايه اللي هنتكلم فيها عن الاسلوسكوب. احنا كنا بنقيس 1 دايمنشن، بنقيس فولت، بنقيس امبير، بنقيس اوم، سواء بطريقه ديجيتال او بطريقه انالوج في الفتره اللي فاتت. المره الجايه هننقل على الاسلوسكوب بقى، هنشوف 2 دايمنشن، نشوف السيجنال بقى في التايم دومين شكلها ازاي، يعني السيجنال بتظهر جنبنا بتترسم بقى على الاسلوسكوب.
وهنتكلم على الاسيسكوب وبعض الدوائر الخاصة بالمحاضرة الجاية. نشوفكم على خير إن شاء الله المحاضرة الجاية.